أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يقول هل في هذه الآية دليل على أن نفس المؤمن تهم بالمعصية؟ وإذا كان كذلك فهل من نصيحة توجهونها لأبنائكم في هذا الزمان؟ بالنسبة ليوسف عليه السلام الآية لازم تكمل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، في تقديم وتأخير والله أعلم، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكن منعه من ذلك برهان ربه الذي في قلبه والذي معه من النبوة، منعه من ذلك. وأما المؤمن نعم يهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هم بها وعملها كتبت له عشر حسنات. نعم.